أصحاب المخابز قفل مخابزهم نتيجة لعدم قدرتهم على المضي قدما في عملية توفير الرغيف بالشكل اللي هو كان محدد بسعر تسهيلة الاقتصاد. عليه حاولنا الاتصال بشكل آخر بوزارة الاقتصاد والتقيت مع وزير الاقتصاد وحاولت توضيح الصورة بشكل واضح، ولكن للأسف الشديد السيد وزير الاقتصاد ليس لديه يعني مسؤولية في عملية فتح الاعتمادات، وهذا أمر يرجع للسيد محافظ مصر المركزي، وما علمنا به من خلال تواصلنا مع بعض المطاحن العاملة داخل الدولة الليبية أن الاعتمادات لم تفتح لأصحاب المطاحن منذ 15/8/2020 حتى إلى الإجراءات اللي اتخذت أخيرا بشان فتح الاعتمادات وفقا لسعر الزرق. هذا أيضا يعتبر عائق. ما علمنا به أيضا تباعا في هذا الموضوع هو عملية ارتفاع سعر القمح في السوق العالمية، أيضا هذا بشكل كبير حيأثر في المستقبل في عملية سعر الرغيف وارتفاع أسعار الدخيل. أيضا بالمقابل أصحاب المطاحن يتكلموا على قضية حتى الإجراءات الداخلية بشان فتح الاعتمادات. فتح الاعتمادات الأخيرة يعني وفقا لسعر الصرف يعني ب 4.48 جنيه، وفي السابق كانت ب 3.80 جنيه. طبعا هذا يعتبر فارق، أيضا في فرق، وبالتالي يشكل عبو على قضية سعر الدخيل، وبالتالي يعني تعتبر في إشكالية كبيرة جدا. ولكن احنا بفضل الله وبفضل المخلصين وكل الناس الخيرة التقينا اليوم بناء على دعوة من الأستاذ محمد قدح رئيس غرفة التجارة والصناعة، وذلك لوضع الأمور في نصابها وحتى نضمن يعني بشكل أو بآخر سرعة توريد المادة الأساسية وهي مادة الدخيل. فكان في هذا صباح هذا اليوم وفي هذا اللقاء السيد محمد قدح كان عنده تواصل مباشر مع السيد المحافظ، وتم الاتفاق على حل الإشكالية بعون الله في أسرع وقت. وفوجينا بالأمس أن السيد رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج موجه كتاب للمحافظ بشان الاختناق اللي حاصل في قضية أزمة الدخيل أو عدم وجود مخزون استراتيجي مهم جدا. يعني لما نقول عدم وجود مخزون استراتيجي يعني الحقيقة للأسف تعتبر كارثة، يعني دولة ما عندهاش مخزون استراتيجي، رغم أن هناك بعض المطاحن قد دبوا لهذا منذ فترة طويلة، ولكن للأسف الشديد لم يتم الاستجابة لهذا، مش عارف لسبب أو لآخر. أيضا ممكن نقوله في هذا اللقاء يفترض حقيقة يعني من خلال معايشتنا لهذا العمل يفترض أن الدولة يكون عندها مخزون استراتيجي أقل شيء لمدة 6 أشهر أو 3 أشهر. يعني للأسف الشديد الآن نفاجئ في اللقاء اللي تم مع أصحاب المطاحن وكيل وزارة الاقتصاد أن قضية المخزون الاستراتيجي كل أصحاب المطاحن أدلوا بصوت في هذه المسألة وقالوا ما فيش مخزون استراتيجي، وهذه مسألة خطيرة جدا. يعني من هذه المنابر ومن هذا المنبر الإعلامي نتوجه بشكل مباشر إلى السيد رئيس المجلس الرئاسي، يفترض أنه يكون هناك جسم يتولى قضية توريد القمح يعني أسوة بالدول المجاورة والدول الصديقة وبعض دول العالم، هناك يعني جسم يتولى توريد القمح حتى يتم توحيد نوعيات القمح اللي هي تطحن داخل المطاحن في الدولة الليبية لتوفير احتياجات المخابز. نعم. ممكن نضيف حاجة أخرى لحسب ممكن وسائل الإعلام الموجودة الآن أمامي، حضرت معنا الإشكالية اللي حصلت في 2018 نفس الشيء، حصلت أزمة زي الأزمة هذه والحقيقة عانينا منها الكثير، وللأسف الشديد تم فتح اعتمادات برسم التحصيل للإخوة أصحاب المطاحن، لبعض أصحاب المطاحن وليس جلهم، ولكن للأسف الشديد كان الاستعمال عملية الدقيق كانت الحقيقة غير جيدة، وتم تخصيص مبالغ كبيرة من ضمنها الشركة العامة للمطاحن المحلية تعتبر شركة الدولة حوالي 75,000 طن، ولم تصرف منها لأصحاب المخابز إلا القليل، قد يكون الربع تم سربه والباقي تم تناوله كله في السوق المواجهة وأيضا بعض المطاحن الأخرى. وننبه لهذه المسألة في هذه المرحلة وفي هذا الظرف بالذات، إذا كان هناك استجابة وطنية من المسؤولين داخل الدولة الليبية يتم توريد القمح بشكل مباشر عن طريق أي جهة تراها الدولة مناسبة لهذا العمل، ويتم توزيعه وفقا لآلية معتمدة من غرفة التجارة والصناعة، الاتحاد العام للحرفيين، النقابة العامة للمخابز، جهاز الحرس البلدي، وزارة الاقتصاد، ويتم توزيع على المخابز العاملة وفق الإجراءات المتفق عليها في هذا الشأن، وفق الكمية.
يعني لا نسمح مرة أخرى ما حصل في 2018 ويتم التلاعب بكمية الوقود وبكمية القمح الموردة من قبل يعني أصحاب المطاعم، وهذه مسألة خطيرة جدا. النقابة العامة للمخابز نقابة عريقة، نقابة لها دور كبير في 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 برنامج المخابز، لينا لجان فنية متخصصة ولجان متابعة متعاونين مع جهاز الحرس البلدي في كل كبيرة وصغيرة. الآن ممكن نقول لحضرتكم حتى المخابز مرت بعدة الحقيقة إشكاليات وعدة عواقب، منها تعاني في مشكلة قطيعة التيار الكهربائي، تعاني في مشكلة عدم وجود الوقود في الفترات الماضية، ولكن عندما تولت النقابة العمل في عملية الوقود الحمد لله بفضل الله وبفضل الناس الطيبة والشكر والتقدير. الآن نوجه للسيد رئيس شركة الراحلة للخدمات النفطية على ما قاموا به من توفير الوقود لأصحاب المخابز، وعلمنا بالأمس تحديدا هناك إشاعات الحقيقة تروج بأن نقيب الخبازين يحرم في لجان المتابعة والتوزيع على عملية عدم صرف الوقود للمخابز المفتوحة. بالعكس احنا بالأمس وهو الأمس واليوم عندنا سيارات طالعة من من المستودعات ونوزعه في المخابز، وهناك بعض المخابز ذكرها بالاسم رفضت حتى استلام الوقود لنا يعني خزانات معبية بالوقود، وبالتالي نعمل من وسائل الإعلام نقل الموضوع على حقيقته، ونحن مستمرين وشكلنا غرفة عمليات الآن في غرفة التجارة والصناعة. تم الاتفاق على تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تطورات رغيف الخبز بغرفة التجارة والصناعة طرابلس. ثانيا تم الاتفاق على التواصل مع مصرف المركزي، وتم التواصل من قبل خونا وبارك الله فيه السيد محمد قدح مع المحافظ، وبعون الله حنلتقي مع المحافظ ونحاول تدليل هذه المشكلة وحل هذه المشكلة في أسرع وقت وتوفير الدقيق إذا كان أمكن ذلك. طبعا اتفقنا على من البارح اتفقنا على المخابز في كل البلديات تفتح طرابلس وكوبا تفتح بشكل مباشر وتقدم خدماتها للمواطن بشرط البيع بثلاثة دينار وليس الأربعة دينار. الأربعة دينار كانت التسعيرة وفق الأسعار السائدة اللي قلنا أدنى مستوى 138 وأعلى مستوى 150. الآن أدنى مستوى في عملية أسعار الدقيق معليش سامحوني شوية أدنى مستوى في سعر الدقيق يعني ب 192 دينار، وأعلى مستوى وصل أمس إلى 220 دينار. بأي حق الخباز اللي بيخدم لك الأربعة من يتحمل الخسارة؟ من يتحمل الخسارة؟ طلبنا بشكل آخر أن الدولة المجلس الرئاسي ولا وزارة الاقتصاد أو أي جهة لها علاقة بهذا الموضوع تتولى دعم هذا المبلغ اللي هو يعتبر فرق بين السعر اللي موجود في التسعيرة والفرق اللي في السوق الموازي. ونبيع حتى بستة دينار؟ نعم. إيه؟ ما أثير حوله هناك مخابز تبيع الأربعة دينار ومخابز تبيع الستة دينار مخابز تبيع الأربعة دينار. نؤكد من خلال وسائلكم العالمية أن هذا الإجراء غير صحيح، وأن الرغيف وزنه لم يكون وفق التسعير المحددة، وهذا يعتبر كلام مخالف للقانون. تحايل على القانون. نعم تحايل على القانون، وها هو دليل قاطع. هذا الرغيف الآن ما فيش حتى 40 ولا 50 جرام، يعني خلينا نكون صادقين، احنا بنلزم المخابز بوزن رغيف يكون وزنه 100 جرام وفق التسعيرة، لكن بشرط نخدم ثلاثة ما نخدمش باربعة، نعطي حق المواطن لغاية ما تنحل المشكلة، واحنا قد يكون المشكلة تنحل في شهر في شهرين في اسبوع ان شاء الله، مدامين بكره تنحل. لو بكره السعر الدقيق يرجع زي ما كان عليه قبل تحديد سعر صرف، المخابز كل جل المخابز حتكون تبيع الأربعة دينار وفق تسعيرة وزارة الاقتصاد، لكن ما زاد عن ذلك راهو للأمانة وللحقيقة لا يتأتى بأي شكل من الأشكال، ونحن مستعدين. ما أترى هنا وأستاذنا الفاضل والخبير الاقتصادي محمد الرعيد رئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة في المداخلة البارح، رأوا الحقيقة للأسف أقول يا سيد محمد رأوا قصة ستة بدينار والأربعة بدينار والخمسة بدينار، عليك بالوزن، عليك الرجوع لميزان هذا الرغيف، هتجده قريب من الرغيف هذا ولا أقل. إحنا قلنا ضروري التقيد بالوزن، طلب منا التقيد بالوزن، أنا متأكد حنعطي حق المواطن. صحبي أجمعين، أما بعد فبداية أتوجه بجزيل الشكر لإدارة المنطقة الحرة بمصراتة على تنظيم ورعاية هذه الندوة العلمية للتعريف بكتاب المناطق الحرة
كما توجه بجزيل الشكر للهيئة العامة للثقافة على تبنيها طباعة وإخراج هذا الكتاب. وأيضا أرحب بالسادة الحضور وأسأل الله التوفيق في أن نقدم فيه الفائدة من خلال التعريف بكتاب المناطق الحرة. بداية لا يفوتني إلا أن أترحم على روح والدي الشيخ أحمد المهدي كرواد الذي بعد بفضله بعد الله سبحانه وتعالى أن شجعني على كتابة هذا الكتاب. هذا الكتاب طبعا كتاب يعتبر جديد في بلادنا. الموضوع المناطق الحرة يعتبر موضوع جديد لم يتم الكتابة فيه من قبل في صورة كتاب. كانت هناك بعض الكتابات في صورة رسائل ماجستير ودكتوراه. ومن خلال عملي في المنطقة الحرة ارتأيت أن أحاول أن أتري المكتبة العلمية بمرجع ليكون مرجعاً لطلاب العلم وللمهتمين بهذا المجال. فقد بدأت في كتابة هذا الكتاب في عام 2016 واستمرت الكتابة حوالي عامين في سنة انتهيت منه في سنة 2018 نظراً لندرة المراجع. ولم أجد تلك المراجع الكبيرة فحاولت أن أستعين بالمراجع من خلال شبكة المعلومات الدولية ومن خلال بعض المراجع والتشريعات الموجودة. وحاولت من خلالها كذلك أن أضم التشريعات الموجودة أو الخاصة بالمناطق الحرة في هذا الكتاب. ولله الحمد تم طباعة هذا الكتاب ونشره. وأسأل الله أن نجد كل مهتم يجد من خلاله الفائدة المرجوة. سوف أقوم باستعراض وجيز لبعض الحيثيات التي وردت في الكتاب والمنهجية التي تبعتها وكذلك التقسيم الذي تبعته في هذا الكتاب. المناطق الحرة طبعا عنوان الكتاب المناطق الحرة في ليبيا ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. طبعا مقدمة: تلعب المناطق الحرة دورا هاما في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني من خلال دورها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وما يمكن أن يترتب على ذلك من زيادة في فرص التوظيف والإنتاج. طبعا يتطلب قيام المناطق الحرة ونجاحها أساسا موضوعيا يتمثل في توفير إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم عملها وبنية أساسية مادية متكاملة فضلا عن حزمة من السياسات الاقتصادية المتسقة والتي من شأنها تحقيق درجة الاستقرار الاقتصادي بما يهيئ المناخ الملائم لنجاح المنطقة الحرة وضمان مساهمتها في دعم عناصر النمو في الاقتصاد. طبعا كما نعلم أن ليبيا تعتمد على مصدر ريعي وهو النفط. فموضوع المناطق الحرة والموقع المتميز للمناطق لليبيا جعل من هذا الموضوع أهمية في إمكانية الاستفادة من هذه المشاريع وتنفيذها داخل ليبيا على ربوع الوطن. تم تقسيم الكتاب طبعا إلى فصلين. تناولت في الفصل الأول طبعا التعريف بالمناطق الحرة بشكل عام، تعريفها دوليا وبشكل عام من حيث ماهيتها ونشأتها والتطور التاريخي الذي مرت به مع بيان أهميتها وأنواعها والجوانب التشريعية والمؤسسية اللازمة لإقامتها ومقومات ومعوقات المناطق الحرة. في حين تناول الفصل الثاني ماهية المناطق الحرة في ليبيا والتطور التاريخي لها والإطار التشريعي الذي ينظمها وعلاقة المناطق الحرة بعملية التنمية الاقتصادية في ليبيا ودورها في التنمية والشروط الموضوعية اللازمة لإقامة ونجاح المناطق الحرة في ليبيا. وختم الكتاب بالتعريف بالتجربة الليبية الوحيدة حالياً التي تشتغل في ليبيا وهي المنطقة الحرة مصراتة، كونها أولى تجارب المناطق الحرة في ليبيا، حيث تم بيان نشأتها وآليات عملها وحوافز ومزايا وضمانات الاستثمار بها ومن خلال مقارنة مرجعية ببعض المناطق الحرة في العالم وكذلك مقومات الاستثمار بالمنطقة الحرة مصراتة. وفي هذا السياق طبعا يمكن تحديد عدد من العناصر والسمات الأساسية الواجب توفرها لتحديد المقصود بالمنطقة الحرة. طبعا هناك سمات أساسية من خلالها يتم التعرف على أسلوب المناطق الحرة وهي أول المساحة الجغرافية اقتطاع جزء من أرض الدولة. طبعا المناطق الحرة لها خصوصية من خلال اقتطاع جزء من إقليم الدولة تمارس فيه سياسات
خاصة من خلال الإعفاءات الجمركية والضريبية بمنأى عن المعمول به في الدولة ومن خلال التشريعات المعمولة في الدولة. كذلك عزل المنطقة الحرة عن الحدود أو الإقليم الجمركي للدولة، الخضوع لسيادة الدولة، طبعا الدولة لابد أن تكون سيادتها موجودة على المنطقة الحرة، كذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية والإجرائية، وتحديد الأنشطة المصرح بها بمزاورتها أو مصرح بمزاورتها داخل حدود تلك المناطق من خلال إذا كان إما أن يكون نشاط صناعي أو خدمي أو تجاري أو أي أو لوجستي أو أي من أنواع الأنشطة المصرح بها مزاورتها داخل حدود المنطقة، كذلك إعداد الموقع وتجهيزه بالمرافق العامة والبنية التحتية المتكاملة. ومن الأهمية بمكان التفريق بين مفهوم المدينة الحرة ومنطقة التجارة الحرة والمنطقة الحرة، هناك عدة مسميات أو عدة أشكال لممارسة نشاط المناطق الحرة وتجارة العبور في العالم، فهناك اختلاف بسيط بين هذه الأنشطة أو بين هذه السمات باعتبار أن لكل مفهوم ودلالته وأثره القانوني والاقتصادي. المدينة الحرة هي جزء من إقليم دولة ذات سيادة يتفق ولأسباب خاصة اقتصادية واستراتيجية على نزعها واقتطاعها من سيطرة القوانين الاقتصادية المعمول بها داخل الدولة، ويسبق عليه قدر من الشخصية القانونية والطبيعة الخاصة. طبعا من ناحية أن تكون مدينة حرة متكاملة وليست منطقة اقتطاع جزء إقليمي، هناك من بعض الدول تمارس هذا النهج من خلال إنشاء مدينة خاصة وتمارس فيها السياسات الخاصة بمنها عن الدولة. طبعا بالإضافة إلى ذلك هناك المنطقة الحرة كما هو معمول به في المنطقة الحرة مصراتة، وأيضا أسلوب ثاني هناك المناطق التجارية المشتركة، قد تقوم دولتين بإنشاء أو بإبرام اتفاقية من خلال يتم إنشاء منطقة مشتركة تمارس أو تتم فيها تحرير التجارة داخل تلك المنطقة. طبعا خلصت من الكتاب إلى مجموعة من التوصيات ومجموعة من النتائج في خاتمة الكتاب، وذلك بضرورة تبني الدولة الليبية مع موضوع المناطق الحرة. طبعا احنا من الناحية التشريعية لو نطلعوا ونلاحظوا ان ليبيا كانت سباقة في تبني موضوع المناطق الحرة، وممكن المعلومة هذه مش متوفرة لدى غالبية الناس، وهي ان ليبيا أصدرت قانون رقم 59 لسنة رقم 10 لسنة 59. من سنة 59 الدولة الليبية تبنت مفهوم المناطق الحرة ورأت ضرورة تفعيل هذه المناطق من خلال إصدار هذا القانون، ولكن لأسباب معينة لم يرى القانون النور من خلال التطبيق الواقعي والفعلي إلى حين صدور قانون رقم 9 لسنة 2000، والذي من خلاله تم إلغاء القانون رقم 10 وتم تطبيق أو تفعيل القانون رقم 9 وإنشاء المنطقة الحرة بمصراتة كهولة التجارب. طبعا في المنطقة الحرة بمصراتة تم تنظيمها بموجب القانون رقم 400 القرار رقم 495، وأعيد تنظيمها بموجب القرار رقم 32 لسنة 2006. أصدرت ليبيا أيضا أو الحكومة الليبية قرارا بإنشاء منطقة حرة في مدينة بنغازي، منطقة حرة المريسة، ولكن في سنة 2007، ولكن إلى حد هذه اللحظة لم يتم تفعيل المنطقة بشكل فعلي. أيضا في سنة 2015 أنشأت أو تم إنشاء منطقة حرة في منطقة تمنهند في الجنوب الليبي، وذلك لتطوير تلك المنطقة ونقل تم نقل تبعيتها إلى المنطقة الحرة مصراتة. من المزايا التي تمتاز بها الدولة الليبية والموقع الجغرافي، حري بالدولة الليبية أن تهتم بهذا الموضوع، موضوع المناطق الحرة وتفعيلها على طول الساحل الليبي الممتد حوالي 1800 كيلومتر، كذلك في الجنوب مساحات كبيرة بالإمكان إنشاء عدة مناطق حرة في هذا المجال. ولما تتميز به ليبيا الموقع الجغرافي، ليبيا تربط بين البحر الأبيض المتوسط بين أوروبا وأفريقيا، وبالإمكان أن يتم تطبيق المناطق الحرة من خلال تفعيلها ومن خلال تحرير التجارة لتكون ليبيا منطقة لتجارة العبور و
يتم من خلالها تحديث التنمية المكانية والاقتصادية في الدولة الليبية. وفي ختام هذه الحوصلة أسأل الله التوفيق للجميع، أشد على زملائي في المنطقة الحرة بزيادة العمل والتضافر وتضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع، كذلك أتمنى أن يتم تضافر جهود من كافة المؤسسات في الدولة من خلال تفعيل هذه المنطقة في مدينة مصراتة، وأيضا تفعيل المناطق الأخرى في ليبيا ليتم النهوض بالاقتصاد الوطني والرقي ببلادنا وازدهارها. شاكرا لكم حسن الإنصات والاستماع، وبارك الله فيكم ولكم جزيل الشكر. Thank you.